الله، شكرا شكرا لكم على هالوصلة الجميلة. فرقتنا الموسيقية دائما متجددة ودائما تبدأ وتعطينا شيء مزاج يوم الأربعاء الطربي. أفضل فرقة بالشرق الأوسط أكيد. فرقتنا أفضل فرقة بالشرق الأوسط كلها أكيد. اليوم إحنا قلنا لكم حلقة طربية فنية راح نطلع معاكم تقريبا، بس قبلها خل أقول لكم عن ضيف هذه الفقرة. هو فنان طبعا، هو تميز بالكورال وعرفوه الجمهور وحبوه في حفلاته اللي أقامها في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وأيضا دار الآثار الإسلامية، هو الفنان محمد مقصيدي. هلا ومرحبا فيك، ولكن راح يطلع معاكم بعد التقرير. تأخر ظهوره في ساحات الغناء إلا أن أثبت وجوده في الأداء الفردي والجماعي خلال فترة قصيرة للغاية، خصوصا أنه يتمتع بصوت جميل وقدرة على أداء كافة الألوان الغنائية وبمختلف اللهجات العربية. هو الفنان محمد مقصيد، المطرب والمؤدي اللي عرفه الجمهور من خلال كورال فرقة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. شارك محمد مع الفرقة في العديد من العروض المهمة وتصدى للغناء منفردا بأغنيات جميلة لاقت استحسان الجمهور، خصوصا لما غنى روائع العمالقة كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطرب السوري صباح فخري، سواء في حفلات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أو في مركز اليرموك الثقافي أو على مسرح عبد حسين عبد الرضا. اليوم ضيفنا في عسيف المطرب محمد مقصيد، راح نحاور ونسمع منه. حياك الله معنا الليلة في عسيف. أرفع القبعة إلى كل المتميزين من أبناء وطني في جميع المجالات. محمد، أنا كنت يعني أشوفك في مقاطع في تويتر ورتويت لك وأسمع هذه الوصلات الجميلة اللي تغنيها. اليوم أنت احترفت مجال الغنى، يا هذا عن طريق دراسة أم موهبة؟ أول شيء مساكم الله بالخير. مساكم الله. شكرا على الاستضافة الجميلة هذه، وشكرا على المجهود الطيب. بداية أنا شخصياً ما درست موسيقى. من عمري تقريباً 10 سنين إلى 11 سنة كنت أسمع من كبار القراء وكبار المنشدين وكبار المغنين مع الوالد والوالدة. لما أروح بدون المدرسة يشغلون من الأغاني من القرآن من المنشدين، فشوي شوي بديت أسمع. تعلمت. تعلمت شوي شوي شوي، طبعا بديت على كبر يعني. اي بذاك الوقت ما حد عرفني. شوي شوي ان تصل متاخرا افضل من ان لا تصل، فانت وصلت لقلوبنا ومستمتعين بوجودك معانا. الله يسلمك. ودنا نسمع شيء من هالصوت الشجي. حاضر. موال بسيط. نبي موال. نورة تبي موال؟ اكيد. نسمع موال. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى.
والحب لم تحل والحب لم تحل نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلا. الله 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 يسلم الصوت. الله على خامة الصوت تبارك الرحمن. يمكن أنا محمد ودي أسألك، غالبا ما يعني الفنان يقول انا اكتشفت نفسي، اكتشفني فنان، اكتشفني ملحن، اكتشفني ايا كان في يعني اللي كان ناس اللي حوالينا. متى اكتشفت هذه الخامه الجميله بصوتك، او من اكتشف هذه الخامه وشجعك وصلك لي اليوم لهذا المسرح وهذا الامور يعني الامور اللي قدمتها؟ طبعا هذه اول شيء موهبه من رب العالمين سبحانه. اكيد. اللي اكتشفني أبوي الله يحفظه حبيبي. الله يحفظه. يعني كان يسمعني وكنت أستحي، فشوي شوي يسجل لي كذي يسجل لي كذي يسجل لي كذي. على كبر يعني بداية الانستغرام، ما انستغرام شوية مقاطع بسيطة مقاطع شوي شوي اسمعوني الناس. بالألفين وتقريبا 2016 أو 2017 هني ما شاء الله يعني مع ربعي وأكثر من إخواني يعني كنت معاهم. تدري واحد يندن مع ربعه شوية كذي دقدقة شيء بسيط شوي شوي، يلا محمد متى، يلا محمد متى متى متى، شوي شوي ساعدوني على قولتهم يلا روح. إيه طبعا فضل حق اهلي، وكبداياتي بمركز دار الاثار الاسلاميه. اي نعم. شكر خاص حق صباح الرئيس ابو قيس. اي نعم. يعني ما انسى فضله. وبعدها ان شاء الله انتقلت الى مركز جابر، اللي اتصل علي الله يذكره بالخير ومسي عليه دكتور محمد باقر. اي نعم. والاستاذ احمد الصالحي. اي نعم. ومشكله يحضرني وايد اسامي يعني قالت لك، لكن يعني اسمح لي محمد ما يصير تسلطنا وتعلقنا يعني رجاء نبي نسمع شيء. سعود انا ودي اسئله سؤال، شنو اول اغنيه يعني اذا تذكر اول اغنيه غنيتها على مسرح استاد جابر ريت نسمعها منك؟ اذا مو ذاكرها سلطنا اي سلطنا اغنيه حضرتك الحين. هي مسلسل لا اله الا الله. اي هذا قديم وايد يعني. فالمقدمه مالته اوكي اوكي هذا اللي غنيناها بالثمانينات. اي نعم. شنو نسمع الحين مع الفرقه؟ بنسمع شيء كذي سلطنا. أيه. حاضر بس بعدين بس اشرب ماي. خذ راحتك اشرب ماي، احنا اليوم راح نسلطن واليوم اربعاء نوري. اكيد. وهذا الصوت الجميل يعني هذا الصوت اللي انا استمتعنا فيه يا حبيبي. خامه نادره. خامه جميله ونادره، ودنا نسمع شيء كذي. حاضر. اطربنا. حاضر. امتى الزمان؟ حق الراحل الفنان محمد عبد الوهاب العبقري. No.
يزول وابع عن عينينا وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط يمكن. محمد أنا ودي أسألك عن رهبة الجمهور طبعاً. وأنت لما تتكلم عن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تتكلم عن صرح وذوق مختلف والناس الحضور الرهبة شلون كنت تواجهها؟ شلون ما كنت تخاف؟ طبعاً مع البروفات مع كلام الشباب والمايسترو والمسؤول الفرقة يلا محمد هذه حفلة إيه خلاص يعني أنت مو قاعد مثلًا مكان بروحك لا خلاص أنت في الميكروفون بتجاب الجمهور في إثبات تواجد إيه طبعًا إيه أنت إن الميكروفون رهبة إيه سواء غنى أو إذاعة وأنت تأخذ ردة الفعل على طول أنت على المسرح إيه طبعًا طبعًا مسرح هذا جمهور يعني أي غلطة محسوبة عليك اي شيء ينقال بالغلط محسوب عليك عرف شوي شوي يعني انا يعني ابوي اللي كسر فيني هالقاعده هذه شوي شوي يعني يلا يا باكر سوي كذي سوي كذي سوي كذي اي شوي شوي الرهبه ما زالت موجوده بس مو نفس قبل اكيد اليوم نسمع المطربين الكبار كلهم يقولون ما زالت الرهبه موجوده طبعاً. بمجرد ما احنا نصعد على المسرح وهذه يعني هذا شيء طبيعي انه يكون موجود طبعاً. لكن اليوم انت كمطرب كفنان شلون طورت ادواتك والله من خلال السمع يعني انت لما تسمع اغاني وايد وتسمع منشدين وتسمع موسيقى شرقيه او غربيه ولما عندك اصدقاء دارسين موسيقى ويعرفون بالموسيقى اكثر يساعدونك يشجعونك يعني مثلا انا مثلا ما كنت اسمع مثلا الموسيقى اللاتينيه اللاتين ما كنت اسمع الغربي ما كنت اسمع لا شوي شوي لا شوي شوي الربع شباب لا يسمون لا خلي اشوف هذا لا شوي 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 يعني عندي اصدقاء وايد سميع يعني في منهم دارسين موسيقى وفي منهم مو دارسين موسيقى إيه فما شاء الله وايد فادوني يعني وايد فتحوا علي بيبان فأنت لازم كمضرب أو كعازف لازم تسمع كل شيء لازم تسمع كل شيء يعني ما يصير مثلا عازف كمان يعزف بس شرقي لا لازم يعزف غربي شوي عشان إيدك تاخذ عليه زين اليوم شنو اللون اللي يستهويك اللون الطربي حتى الغربي الطربي يعني في مغنيين يعني أنا شلون الغربي الطربي خلنا نوضحها مثلاً الجاز البلوز أغاني في أغاني الروك مو أغاني الروك السريعة لا في أغاني الكانتري هذول كذي يعني اللي تقدر تسمع كل آلة تعزف في هل مثلاً هل المقطوعة أو هالغنية كذي قصدك لأن في بعض الأغاني الغربية تشوفها وايد كلاسيكية وايد جميلة وتقدر أنت تسمع كل آلة موجودة في هالمقطوعة هذا اللي تقصده؟ أنا أقصد هذا وأقصد حتى الأغاني الغربية أي أنا قاعد أتكلم عن الغربي إي الأغاني الغربية إي نعم إي بشكل عام ما فكرت محمد اليوم أنت تطرح ألبوم تنزل سينجل والله إن شاء الله في مشروع جديد؟ إن شاء الله نقدر ناخذ تفاصيل من ملحن من الكاتب من لا للحين ماكو شيء بس ان شاء الله نبي تصريح يعني يكون حصري حق اي تي بي يستاهلون على السيف ناخذون تصريح حصري منه والله ان شاء الله اي يعني البوم ولا سنجل انت صدق والله ان شاء الله يعني في امل ان شاء الله في امل واحنا في امل نسمع شيء منك الحين حاضر حاضر ناخذ فاصل نوره إيه احنا يلا. ناخذ فاصل على ما جهز لنا اغنيه حلوه
ونرجع بعد الفاصل صوتك إن شاء الله. يعني محمد شفت لك مقابلة تقول إن صوت القارئ محمد سعيد الأقرب إلى قلبي، صحيح هذا الخبر؟ المقرئ اللي أقرب إلى قلبي رحمة الله عليه الشيخ محمد صدر المشاوي. يعني أنا أقدر أقرأ نفسه وبنفس أدائه وبنفس طريقته، بس مو نفس الصوت طبعا، بس نفس إنك ماذا أنت مو ممكن شخص يقدر يقلد الصوت. صحيح. إيه. فأقدر ممكن نسمع شيء مشكلة. إنزين خل نبي تريح شوي. أنا بتكلم عن نقطة إن أنت كانت لك مشاركة مع الشاعر كريم العراقي على مسرح الفنان رحمة الله عليه عبد السلام الرضا. نبي نتكلم عن هذه المشاركة، وأنت تميزت ذيك الليلة بأغاني من الفنان كاظم الساهر. فإذا بتسمعنا أغاني من كاظم الساهر حتى لو بدون إيقاع. كلمنا عن هالمشاركة وعن مشاركتك والأغاني واختياراتك للفنان كاظم الساهر.
أول شيء أقدم تحية للأستاذ فيصل شاه بغازي. نعم. هو اللي يعني كلمني على الشغلة هذه. نسوي أمسية شعرية وغنائية وفيها رسم. نعم. يعني شيء وايد حلو. يعني شخص قاعد يرسم. مجموعة فن. إيه. شاعر. بعدين فقرة غنائية. حلو. إيه. الشاعر مثلا يقول كم بيت انا ارد بغنيه ابغنى نفس البيت اللي قاله. حلو كذي يعني هذه الفكره حلوه. اي اي وصار فيها قبول وايد. أي. حبيت الفكره حبيت التجربه. اي شيء حلو. وحتى الفرقه الموسيقيه يعني ما شاء الله عليهم مبدعين. شلون كانت مشاركتك مع الشاعر كريم العراقي؟ والله وايد استفدت وايد استانست يعني شيء حلو وايد شيء حلو. إذن تقدر تسمعنا شيء للفنان كاظم الساهر ولا ما يصير؟ أنا عكس شنورة أنا ودي أسمع شيء حق فنانيننا مطربيننا. ودي أسمع شيء حق رويشد. رويشد حاضر. عبد الكريم عبد الغادر. زين. ودي أسمع حق نوال. ودي أسمع هالأصوات هذه. رويشد. أي. يلا. اختار أنت تنقى طب وتنقى. أوكي. حق رويشد أي. ما يحتاج موسيقى موسيقى عادية كذي. علمني عليك علمني عليك أنا للحين أجهل كل شي فيك. علمني عليك علمني عليك أنا للحين أجهل كل شي فيك. سكتتك نظرة عيونك إذا قلت لك أحبك حيرتك راشت إيديك. علمني عليك علمني عليك علمني عليك علمني عليك مرات أشوفك أصاب الناس مرات أشوفك أصاب الناس. هذه إحدى يعني إحدى الأغاني اللي أحبها حق. زين شلونك مع الطربي؟ يعني الأكثر رتم السريع. أنا أشوفه يغني طربي نورة ما أشوفه يغني نقازي. نقازي عفواً. أنا كان قصدي النقازي إيه. عفواً في فرق. يعني مثلا عندك الاغاني اليمانيه واغاني السامري ايه هذه اللي شلون اقول لك يعني عندي صاحبي من اطلع وياه لا اقول له شغل لي الاغنيه الفلانيه او اخوي شغل الاغنيه الفلانيه لا في في حماس فيها حماس بس مو ممكن يعني ممكن اغاني النقازي تستهويني ما تستهويك اي مو كل شيء شو مثل شنو اللي يستهويك منها؟ يمكن الناس عرفتك أكثر بالطربي لكن النقازي أنت قاعد تقول ملكل يعني في شيء معين يستهويك اليماني منها. أغاني اليمانية السمرات ما السمرات هذه شبابي إيه جوها إيه وناسة إيه وناسة إيه وناسة إيه يعني خلي الطرب على صوب جوها وناسة يعني أنت قاعد بسامرة ماكو شيء يقيدك اللي صفقة بصوب والإيقاعات وناسة واللعب الإيقاعات والمطرب يستانس عرفت؟ هذا هذا الجو هذه الاجواء الحلوه اللي الحين فاقدينها سالفه سبت كورونا وكذي فصارت السمرات صارت السمرات كلها لايف اي ما افتقدناها حتى بالكورونا كانت لايف اي لا بس لما يصير قدامك لايف اكيد إيه. زين يمكن احنا ودنا بعد نسمع منك بس انا عندي سؤال واحد فكرت تقدم في برنامج المواهب
والله يعني احنا قاعد نشوف وايد برامج مشهوره وجميله. والله ايه والله انا عندي اختي العوده قالت لي بس انا عييت ما رحت. ليش عييت؟ ما ترددت شويه حسيت ان انت مو بحاجه. لا طبعا شوف هو مو سالفه انه مو حاجه. انا 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 للحين اعتبر ناقص مثلا موسيقيا. اي يعني انا مو دارس موسيقى. يعني مثلا لما انت تكون بمكان في موسيقيين قاعدين لا هذا قال كذي هذا قال كذي 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 بس انت راح تقدم صوتك. اوكي بس في كنترول بالصوت، في طبقه معينه بالصوت، النفس، مخارج الحروف، هذا كله يلعب دور. عرفت وينك من المطربين الموجودين اليوم بالساحه؟ ما تحاول تواصل معاهم، تاخذ من خبرتهم، تسمعهم، تاخذ نصايحهم؟ والله مع الاسف لا. ليش ما لي تواصل وياهم؟ يعني ما اعرف من ازمه. جربت ولا انت ما حاولت انك انت تتواصل معهم؟ يعني في كذا مطرب التقيت فيه بسمره يعني وكذي بس ما صار في تواصل. في شخص معين هالانسان وايد احب اوجهه تحيه ومسي عليه بخير، استاذ بدر نوري المبدع واخوه المايسترو استاذ خالد نوري. وايد استفدت منهم، يعني وايد استفدت منهم. وحتى الاستاذ محمد باقر، دكتور محمد باقر، والاستاذ احمد الصالحي، والاستاذ بوغيس صباح الرئيس، هذول وايد فادوا. عندي ربعي، انا ربعي اللي هم اكثر من اخواني اللي ساندوني ووقفوا معي، اسامي كثيره من الاصدقاء يعني عندي. نجلهم اكيد كلهم تحيه. شايك تسمعنا شيء على ذوقك؟ شايك تسمعنا شيء؟ صدمت. ايش رايك تسمعنا شيء على ذوقك؟ ام كلثوم، ما عندك شيء حق ام كلثوم؟ طبعا اسمع حق ام كلثوم. برضاك يا خالقي لو رغبتي ورضاي، برضاك يا خالقي لو رغبتي ورضاي، خلقت صوتي صورت أعضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، برضاك يا خالي، برضاك يا خالي، لا رغبتي شكواك.
شكرا يعطيك العافيه، واحنا تشرفنا بوجودك اليوم معنا، وصلنا نورا لحلقتنا وختام حلقتنا اليوم. نشكر جميع الشباب الموجودين خلف الكاميرات، نشكر فرقتنا، نشكر الشباب الموجودين في غرفه المونتاج، كل الشكر لكم، فمان الله.